السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في حلقة جديدة هاس كونتراكتد انم فكشن. في واحد قال انم فكشن ان شاء الله ما يذبح الشعب كله. انا كنت اقرا شوي في اللعبة واسوي شيء غلط، وفي شيء غلط اساسي انا كنت مسوينه بصراحة، اللي هو الليذر. الليذر يسويه التانن، يمسك اللي كنا ناخذه من الشير، حلو، اللي ناخذه من الشجر، وشو يسوي فيه؟ يحول السكن العادي لمنو؟ لليذر. والليذر من هناك نبدأ نستعمله حق المنتجات الثانية. فأنا أعتذر منكم الصراحة على الخطأ الفني الكبير، الصراحة وايد خطأ جدا جدا جدا، يعتبر خطأ مميت يعني الصراحة. فمفروض أني أنا أعرف هالمعلومة الصراحة، يعني مفروض أني ما أخطأ خطأ نفس هذا بصراحة. والحين قاعد أحاول يمع تانن وأعوض عن الموضوع هذا، لأن محتاجين ليذر وايد. قعدت اقرا واستكشف، فاكتشفت انه اصلا الليذر نحن نسويه عن طريق الريال هذا اللي هني، وان شاء الله الحين بيحصل، يعني ان شاء الله بيحصل التانن اللي طلبت منهم يجمعونه، وموجود في الشير. لحظه، لو بدي اقول لكم كليك على شجره اقول لك تانن اونلي ان سبرينج. نحن الحين في فول الخريف، ما اعرف شو بعده، انا مضيع. لحظه، اوكي ذبحوا، لان انا جبت بقر زياده المفروض اساس انه يتكاثرون. لان كيف يتكاثرون هم؟ اذا عندي فيميل وميل شيبه اولد بيتكاثرون، ما عدا ذلك ما راح يتكاثرون. ونحن لازم ننقي اولد فيميل، طبعا ها ما نقدر نصيد. اوه ولف نقدر نصيده، نخليه يحارب ويانا بعد. زين، يعني احنا يوم نصيد اصلا هذا ينق فيميل، لازم شيك ان اذا انا عندي الكميه الصحيحه. هذا عندي يانك فيميل، اوكي واحد مالي، هاي خرفان، هذا يا اولد ميل. كتل عندي هني وكتل عندي، مشكله تعرفون شو المشكله؟ لازم الحقهم واشوف وينهم. هذا كتل يانك ميل، وهذا يانك شو فيميل. اوكي يعني بيستوي عندي تكاثر حقهم هاي المفروض. اوكي، وأقول لكم ترى الانفورميشن مرات يكون وايد مهم. يعني أنا عندي هني مانج مثلا دومستيك أنيمالز، أقدر أشوف هني هاللي كنت أدور عليه. كتل عندي اثنين فيميلز يانج، منهم اثنين عندنا ميلز، وين ما يكتب خلاص، إذا عندنا اثنين فيميل يعني الباقي ميل. أوكي انزين، وعندنا الدونكي نفس الشيء، مفروض أنهم يبدأون يتكاثرون. وهاي الاوريدي وايد، حنا الشيب نحن مش قادرين. شوفوا عندي هني اثنين ميلز بعد بروحهم، وواحد ميل هني، معنا بيتكاثرون، ونقدر نجيب الخنازير وهالسوالف بنفس الطريقه. انا الحين اتمنى انهم يبدون يتكاثرون خلاص، لان مثل ما تقولون هاي سوى شيء مهم. عندي شو انيمال ذات نيد شيلتر 66 يا حبيبي. انزين، انا عندي شيلتر حق كم؟ 50 بس، ما عندي مكان اكثر حق 50، وانا عندي وايد ترى. انا الخرفان بروح الحين 59، لا مش وايد يعني، عندي شويه اكثر. تعرفون شو بسوي لهم؟ اماكن ترى عندنا جرين وعندنا وايد شغلات، فبسوي مكان حق حيوانات هني بعد واحد، على اساس يستوعب الكميه اللي عندي. هم شوفوا بشكل عام اذا الحيوان شيبه، خلينا نحط ستيبلز، اذا الحيوان كبر في العمر وايد هم يذبحونه اصلا في كل الاحوال، حتى لو محتاجين مثلا اكل ولا، لانه بيموت قريب. هني يحبون يقعدون الخرفان صح؟ اقدر نحطيه هني، بس تعرفون شو؟ اقدر اخش مكان بالزاوية هني، بيكون حلو هني، هي حلو، احسه بيكون جنب المزرعة، بيكون فنان. انزين، 60 وانا ردي عندي 60 خروف، والشتا جاي عندي اكل حقهم، عندي اكل حقهم، في اكل هني، في تشوفوا يستعملون جرين، يستعملون شغلات ثانيه موجوده عندنا، لان عندنا كميات كبيره من الجرين، فما اخاف عادي يعني. شوفوا الحين قاموا، لان شتاء خلنا نعطي اولويه حق هذا، لان ما بال بقر عندي يموت. وهذا الحيوانات اللي تستعمل حق المواصلات مثل ما مكتوب، مثل الدونكيز هاي ما يحتاجون شلتر ولا ما يحتاجون بيت ترى. هذا المفروض اللي يكون الحين الوضع، فمفروض ما اخاف وايد. الحين لازم انتبه له البرونز ايج، ما برونز ايج خلاص، العصر البرونزي خلاص، ما في سوالف، ما اعرف، تنحت شوي على الترجمه هاي. برونز هو برونز يا جماعه. انزين، نسوي كوبر سميلتنج،
كوبر هني اوريدي موجود، هذا محتاجينه لانه شو بيفتح لنا هاي ريكويرد فور 10 ماين الى اخره، هذا كله موجود بيكون عندنا ان شاء الله. سورد ميكينج بروينج وهورس، ما عندنا تريدر يا، انا كني سمعت تريدر موجود. لحظه ريدر اتاك وين؟ هجوم كلوز اول جيتس، تعالوا سكر بيبان يا حبيبي اقتلوهم. اقتلوهم لوغات، فازوا خلاص فزنا. زين خلينا نحط كم بير ماي دقيقه. نبى برودكشن ووتر ويل ووتر، هني بنحطي هذا قريب الحيوانات، واحد ورا الحيوانات بنحطي برودكشن. البير الثاني بنحطي هني بعد عند الحيوانات الثانية، وما بيضربون خطوط الصراحة، بحاول اني اسوي لهم ابار قريبة منهم نفس هني. ما اعرف اذا بيفرق فعليا فعليا فعليا، ما اعرف كم بيفرق وياي، لكن اذا فرق بيكون وايد زين. بنحط بير هني حق الحين، هذا المفروض يكون اكثر من كفاية. الناس وضعهم ممتاز جدا ترى، يعني مفروض ان الناس وضعهم ممتاز، بس محتاجين رقاد لانه وايد شغل عندي ومش قادر اتخلص منهم على كمية الشغل اللي عندي، فمش عارف شو اسوي. يعني ترى عندي ماي وايد، بس انا حطيت احتياطا، بس حطيت احتياطا لان في حد امنه كتل موت، وانا قاعد اتعب من الصبح على شو مات مليوع، ما اسوي للبيت بسرعة. لحظة في كتل زيادة، هذا بيك يانج ميل بور خنزير، هذا يانج ميل ما نبى. نحن شو عندنا الحين؟ لحظة خلنا نشوف الكومبينيشن مالنا، دقيقة زين دقيقة خلنا نشوف، نسوي كليك برا، ناخذ مانج دومستيك انيمالز كتل. اوكي عندي اثنين ميلز وعندي تو كتل وعندي وحدة فيميل، هاي بروح حق تكاثر ما تكفي، فشو بسوي؟ أبا أدور لي مكان يكون فيه بقر. أوكي مفروض يكون فيه بقر وايد في الخريطة، هني في حيوانات وايد بس بعاد. دونكي نبا دونكيز، يانج فيميل فيميل ميل ميل، ما نبا أكثر ميلز، ما نبا ميل خلاص براية غزال، ما نبا دب. ها شو هني؟ حسبتهم ناس صدقون، والله تحسبتهم ناس. ونبى في جهة ثانية قريبة، أتمنى أن يكون في شيء، لأن طريق أبعد من هذا راح يكون مصيبة 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 المصايب، راح يكون طريق أبعد من هذا. هذا ما نبى أنتورس، هذا اللي هو البقر حيث كان فيه هني. صبر خليه يفصل الربيع، بيكون فيه أكثر وايد 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 أكثر، بيكونوا موجودين بكثرة. يعني خلنا نرجع المدينة، بيزيدون إن شاء الله بيزيدون. أنا كني شفت هني دونكيز، ما نبى ميل، نبى فيميل، عنا أوردي ميلز، نبى فيميل، نبى بناخذ خلاص بناخذهم كلهم. أوكي لأن هاي ما يحتاجون شو مسكن، فهاللي ما يحتاج مسكن برايه بنشله كله. المسكن في الشتاء ما يحتاج، اهم شيء لان اللي يحتاج مسكن في الشتاء انا بتوهق. هني في حيوانات خطره فخله برايه، مع الوقت اظن بيستوين اسهل وايد، لان البشر يستوون اخطر مع الوقت صح. خلنا نفتح العصر البرونزي، نايس. الحين هذا بيفتح لنا شوي شغلات زياده. اوح واحد مات مليوع، كيف كيف واحد مات من جوعت؟ تقولون أبني كامب فاير ما يكفي؟ معنا في البيوت مفروض يقدرون يطبخون، مفروض ما أتلعب وسب شيء نفس هذا، بس تعرفون احتياطا بنحطي لهم. ليش أنا ما عندي ليذر؟ ما أنا طلبت تجميع وايد شغلات، في شيء غلط. بنحطي لهم أماكن نيران زيادة يبنونها حق أعمارهم، يحتفلون فيها قد ما يبون، يطبخون فيها قدام بيوتهم، من حقهم أنهم يأكلون يعني كبشر. إنزين
لأن إذا أنا محتاج ليذر وعندي هذا، مفروض أنا قاعد أنتج ليذر أصلا صح؟ والليذر شو محتاج؟ رو سكن، رو سكن. لازم السكن. ها عندي رو سكن بس ما ظن يسووا هايل، لأن أنا أبيب هايل، إن هذيل إذا جبتهم برتاح كثير. إذا هاي الحالة بحط تاناري ثاني عند البيوت أجين. في حد مات؟ سمعت صوته أنا ما غير ما أقرأ. إنزين dehydration، وأنا كم بير زيادة طالب يبنون وايد، وكم شغلة زيادة عطنهم أكثر، وخشب كم عندي وايد، بس عدد الناس على عدد الشغل كل العالم قاعد تموت من العطش والجوع. زين، لأن إذا أنا طالب منكم تنتجون الإنتاج الكبير هذا بس أنتم ما تنتجون، ففي نهاية اليوم هاي غلطتكم أنتم، غلطة السكان، لأن أنا عطنهم الحرية هم شو يسوون، أنا مش حابسنهم يعني. وتشوفوا حتى أماكن الأكل نصها فاضية يعني، مع أن عندنا إنتاج مفروض يكون وايد، وما يذبحون الخرفان بشكل صحيح. فمنو غلطان؟ أنا ولا هم؟ هم غلطانين أكيد. لحظة، بايسون؟ ما نبى بايسون، والله شكله من بعيد نفس البقر، بوميس. هايل ما صادوا، هايل ما صادوا شيء، خلهم يصيدون موجود أول. لحظة، ما نبى بيجز. زين، نبى يصيدون اللي أصلا قلنا لهم يصيدونهم وما صادوهم لليوم. زين، عندي شلتر حق 50 بيستوون 60 الحين في الموسم، وفي ناس ماتت بس عادي، بيجون ناس مكانهم الحين بعد شوية. هذا استرفيشن، أنا مش فاهمهم كيف يموتون مليوع. فخلونا أماكن النار كثرناها، مفروض الحين يسوون أكل أكثر وايد. أنا يمكن إنتاج الأكل عندي قليل، ويمكن الآبار الماي قليلة أكثر بعد. فخلونا نحطي، لأن أظني هذا كل واحد بروح يصير يجيب صح. هذا نحطي هذا عند الماي يطبخ وياكل في نفس الوقت. نحطي مكان حق الطبخ هني، يمكن أنا أتوقع إنه ما يقدرون يطبخون، خليه يطبخ ورا البيت مو عليه، عندنا بغيت أخليه ممنوع أنا، بس مو مشكلة. بسوي تنازلات على أساس إنهم يسوون. ايوه، قاعد اضيع في المنيو. لحظه، كل حد قاعد يموت من العطش. المشكله يمكن انا ما حسبت حساب الشغله هاي بشكل صحيح، فخلنا نسوي كل شيء هالسوالف بزياده الحين. صح انه يمكن ما يفيد على اوكي، مفروض الحين يكون افضل الوضع، مع انه ماتوا عندي وايدين ترى، ماتوا ناس، مات حلال، مات خرفان، ماتوا بقرة ثانية ماتت، والهدف انهم يعيشون ما يموتون. الهدف من الانتاج هذا كله اني اكثرهم، مش مني انقصهم. هاي الدونكيز برايم ما مسوي لهم سالفة، خلي يموتون طاف، مش هاميني والله. يونج ميل، نباك محتاجين كل البقر اللي نقدر نحتاجه. دونكي بعد مات، اوكي رح مش هامنا، بس مش هالكثر. بس الحين على الموسم هذا، على كمية اماكن النيران اللي حطيتها لهم والماي، مفروض يبدؤون يطبخون ويشربون ويستانسون خلاص. يمكن لانه بس مفروض يطبخون هني بعد في البيت، عندهم المقدرة انهم يطبخون صح. Hey, also provides heats. شوف، raw food can be cooked and eaten here. يقدرون يطبخون كل شيء، بس ما قاعد يشلون لحم، ما قاعد يشلون شيء. في خبز، في كل شيء، في حليب، في وايد شغلات. بس كل حد قاعد يموت مليوع، زين ما في حد قاعد يطبخ؟ ما في حد مهتم للطباخ لكم؟ هذا موضوع صعب ترى. ما في حد يسوي ثياب؟ هني المشكلة، هني ميزة أن اللعبة يوم فيها كل وظيفة، وكل وظيفة أنت تقدر تشغلها. صح بيكون صعب شوي، لكن ما بيستوي هالمواقف وياكم، أن الحين مثلا أنا الحين أشوف قدامي عندي الموارد وعندي كل شيء، بس مش قادر أنتج، لأن اللعبة تقرر بنفسها أنها تنتج.
فلكم أن تتخيلوا أنتم لكم أنكم تحكمون بعد على الموضوع. فأنتوا قولوا لي هذا صح. يانج فيميل هاي اللي عند البيت. يانج فيميل بيرفكت كومبينيشن بيرفكت. هذا ما نباهم. هاي بيرفكت كومبينيشن. أدري ما عندي أكل أعرف شو بتقولون بس مو مشكلة نباهم. هاي نباهم الخاطر نباهم لأن هاي اللي بيوفروا لنا وايد شغلات. نيو هيومن واز بورد. الناس بتي مو مشكلة بس المشكلة اللي كنت أقولها حلو إن الواحد يعطي الوظائف كيف يشوفه هو كيف محتاجينها مش كيف اللعبة تشوفه تخرج. لأن الحين أنا عندي تانر مثلا أنا قاعد أجمع حق التانر صح. الحين أنا مش قادر إني أسوي أكثر من العلامة هاي مع إني حطيت مليون علامة. ما شفت يا أبو تانر ما شفت تسوي لذر أنت تعبان كإنتاج. I don't like it صراحة مع إنه في علامة ها موجودة المفروض إنه يبون الصراحة بس بعد ما عندي كمية ناس كافية 100%. هاي المشكلة من بداية الاسم عندنا ما في no storage left اللي هي هذا فل صح. بنسوي storage ثاني storage لازم يكون داخل المدينة. ورا هال بسوي ستورج الثاني اذا امكن بعد قريب. والله زحمه وايد بسوي وايد زحمه اكثر اذا حطيته هنا. شوف ايوه هذا مكان زين بحط اثنين ستورج زياده وخلهم يجيبون. بنعطي اولويه حق ستورج واحد. وايد شغلات غير مبنية للحين بس ما عندي ناس كفاية. هاي ترى أنا ناس يجون قريب من يجون الناس يداد شوي بيجون فرش مستانسين من هذي اللي يجون بنرتاح شوي. بس ما يابوا اللي أنا كنت طالب منهم يجون يصيدونهم ما صادوهم تعبانين اللي عندي يا جماعة. مع أنا قاعد أسوي لهم معدات أسوي لهم دنيا أسوي لهم كل شيء. خلنا نسوي هاي بعد خلهم ينتجون لأنهم مو بقادرين يسوون شيء. خل هذا يسوي لهم فوز وهذا اوكي اوكي. المفروض ان الجلد مكون اساسي ترى بس هني انا الغلطان في هاي مثل ما خبرتكم. تري انيمالز ووز بورد شوفوا ورك لود تو هاي. انا بس لو اعبي ال 64 مكان اللي عندي والله احس والغزال هذا ندير بين قرض اوف كيف فير اوف بعد بينقرض. اي شيء مال كهف بينقرض. شوف ليش داد اوف ديهايدريشن. والله اني ارسلكم اماكن مي. اعطوا اولويه وايد اماكن مي عندكم ليه تقولون بس مش قاعد يطلعون مي. ابسط امور الحياه مش قاعدين هم يطلعونها بروحهم. يتريوني انا اي اطلع لهم المي. هي صح نسيت اقولكم في عنا عربات الحين بس العربة ناقصنها لذر اللي هو الجلد. أنا حطيت مكان ثاني توه تانري والله ونسيت وين حطيته. هذا خلنا نزيد الأولوية مال هذا بعد. خلنا نحاول نسوي جلد منهم لأن الحين أظني عقب الوينتر بيجمعون التانر هذا وبيبدون يسوون جلود. شوفوا كم مية شوفوا كم مية عندي وبعد يموتون من العطش. هذا ظلم وبهتان الصراحة أنا أسميه. الحين هلا يبنونه زين. مشكلة في شو وايد شغل في المدينة وايد ما يقدرون حتى لو يبون. كم بيجمعون كم بيسوون كم يعني صراحة يعني ما لومهم الصراحة. موضوع متعب جدا متعب. فندنج ريسورس ليش ما عندي خشب. شو عندي خشب هذا لوك موجود. كاتل هاز دايد. أوكي الحين بقر مالي كله قاعد يموت شوي شوي بس اظن اتس فاين. يعني اظن اتس فاين اتوقع انه اوكي لان الحين بيوني ناس. اظني هذا بعد تريدر بيني بشوف شو اقدر اسوي. لاست كتل هاز دايد. الحمير قاعد يزيدون. حمير والله ما همهم ما يفهمون الدنيا. كتل دلوع انزين
وما صادوا اللي انا كنت ابغاهم يصيدون للاسف. هذا مش تريدر هذا ولا شو؟ ها واحد من السكاني اوه تريدر. لا راح انا ابغى واحد نفس هذا يستعملون كارت. شوف كم يقدرون يشلون. اوه يعني انا بيباني مسكره. What the... الباب ليش مسكر؟ يبغى له تصليح. ها ما بي عندي شو؟ والله سحب علي الخايس. مسطل. في تريدر ثاني هني. لحظة خلنا نشوف شو عنده. اوكي اقدر افتح العقبة 450. العادة عندي بلاوي من هذا. تعال يا حبيبي العين. تعال. بعد بنعطيك من هذا 1 2 3 4 450 بس حق نفتح هذا. يوف وير هاوس مستودع راوند هاوس نويس. خلنا نسوي لنا راوند هاوس واحد بس. واحد مخاطري. وابى اسوي والله بجريد حق الجدران كلها. عندي وايد حصى. عندي 200 حصى. 200 حصى. 200 حصى. 200 ليش انا يسار الدعيد اوكي ان شاء الله ان شاء الله. هذا بيقلل استعمال الخشب بعد ترى. اوكي حصى. بقريت جدار كامل خلاص خلاص. المفروض هم يرتاحون نفسيا الحين يوم ان انا مسوي بقريت حق اصلا. المفروض هم يزيدون حتى. بس نبغى الاولويه حق منو؟ حق البيت هذا في كل شيء. يوصل وين صار البيت اللي بسوي له بقريت؟ اي واحد عندك هذا بيفككون اول شيء. وعقب شو بيسوون؟ بيسوون بيت من اول وجديد اللي هو هذا الريزيدنس. هذا راوند هاوس. طبعا حاليا والله مروا مع صيانته انا 100% لان بعد يبالي قش. حتى من القش ما بنفتك يعني. فبيكون وضع صعب شوي. القش في كل شيء نستعمله فمصيبه. تانر هذا هو موجود. حصلنا تانر. مفروض يسوون جلد. مفروض النيب هذا ونفتك يا جماعة الخير. والله بس من متى أنا محتاج جلد حق هذا ولا هذا ولا ذاك ولا يعني العربات أظن بتخدمنا وايد أصلا إذا سوينا عربات. أظني غلطان غلطة كبيرة أنا يوم سويتها بقريت حق الجدار ترى. أنا أتوقع أني غلطان صراحة. أنا شو بحتاج عقب؟ هورس. هورس أنا بعد أختلف مع الموضوع. زين خلنا النيب زين. كل الستون اللي هني يوم تحتاجون زين. كل ستون زين. خلنا نحطي ليمتد. نحطي بعد زين. خلهم يشلون كل الحصى. دار اشملهم كلهم في واحدة. نحط اثنين. واحد بس. هذا يكفي اصلا. هذا موجود الحين يكفي وزيادة. انزين الى اخره. لحظه انا كورس اتاك بهذا. انا مطرشنهم حقي يصيدون عيالهم بس. ذبحني يا حبيبي حبيبي على المستطيل. يا ابو اثنين هم. يا ابو اثنين واللي هو وايد زين. يا ابو اثنين وايد اوكي انهم يا ابو اثنين. انزين الحين هذا شو محتاج؟ محتاج عمال. ايش الحين بقريت حق واحد بس. بقريت حق واحد قاعد يزيد كل شيء عندي. يزيد 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 يزيد. النار موجود كل شيء موجود. هذا انت شو زعلانين؟ ما كان العباده بس اللي هو هذا. انا مش قادر اني اطور بطريقه كافيه الجلود عندي. هذا فاتكرك بعد. اوكي نايس. المفروض ينتجون. والفتاك اهجم علي. والله حلال عليك. ما في صراحه انا بيب العيد للحين ما سوينا شيء. الجدار ما سوينا له بقريب. العمال مالي ما تحركوا خير شر. يا جماعه الكتل قاعد يزيد. البقر كل شيء قاعد يزيد. اظن الموازين قاعده تتعدل شوي. والجلود شو انتاج عندي؟ ما عندي روسكن. ما عندي اللي هو غير مطبوخ عشان كذا ما قاعد ينتجوا عندي الجلد. لكن اظن من اي الموسم ويزيدون راح تتغير الاوضاع.
خلينا نشوف التريدر شو عنده. تريدر عنده لوج، عنده كتل ثلاثة، واحدة بميتين وعشر، والله ما تستاهل. تن اور ما نبى، هذا شو بير، بير ما نبى والله. يمكن احسن شيء عند الكتل، بس كتل غالي وايد. خمسي لا والله بيبردون. اخر مرة توهقت بالحركة هاي، تعرفون شو ميتين، وهاي اثنين، وول كلوث 170 يا ود حق عليك. اي شيء ثياب غير محيوكة مو مشكلة عادي. ثياب انا مسوونها، لا سوري. حبتين خبز، عطنا كتل واحد زيادة خلي يزيد الانتاج عنا. انزل بالطريقة هاي، نحن راح نغير من معالم المكان كامل. الحين مكان كبرى راح يتغير. يبانا براجة ظني بعد يستوي لها بقليد بالضبط. قالت اوريك وستك رينفورس فورتيفيكيشن. رينفورس فورتيفيكيشن هذا في العصر الحديدي. يا سلام. الحين اللي محتاجين ان نبدا مشكله، تعرفون شو انا سويت بالطريقه هاي؟ لغيت معظم الجدار، لانهم بيفككون الجدار بيستعملون السامان القديم، وبعدين بيحطون لي السامان الجديد. في عندنا خروف مات ما لحق يذبحونه، اثنين مش واحد. الاكل عندي مستوازين نوعا ما، ما حد قاعد يسوي اي شيء. رسالة جدا للغاية الشعب، وانا توي تذكرت اخر مرة سويت فيه الجدار كانت ركبة. المهم دخلنا في العصر البرونزي، بشوفكم في الحلقة القادمة. انا بكمل الجدار وهالسوالف وبشوفكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.